يا صباح الحلويات على احلى بنات في الدنيا كلها. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده وفيديو جديد ويوم جديد، ولسه مكملين مع بعض تجهيزات المدارس. يعني نبدا حلقتنا كالعاده، شجعيني وصبح عليا بلايك حلو زيك يا اموري. ولو لسه مش منورين مشترك في القناه، اشترك في القناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي وصفاتي واكلاتي بمنتهى السهوله. ويلا نبدا مع بعض فيديو النهارده. فيديو قوي جدا، عاوز تشجيع عالي جدا. تعبت فوق مما تتخيلوا الفتره اللي فاتت في تجهيزات الشقه. اول حاجه هعملها في الاوضه دي هي اني امسح فوق ظهر الدولاب، علشان لو في اي ترابه او غبره او مش عارفه باسمها غبار يطلع كده على الحيطان، عشان لما ازعفها ما ازعفش الاول بعد كده ارجع اعمل الدولاب. وفي نفس الوقت زي ما عملت في اوضه الاطفال هعمل كمان هنا في اوضه النوم. هبصوا على الدولاب ضرفه ضرفه كده، اللي الاقيه متنعكش اظبطه، مش اكتر من كده. الفتره دي اليوم كله انا بصحى من النوم اظبط اكل لاولادي واظبط مطبخي، وما بحبش ازود عليكم مقاطع. الغرض من الفيديوهات انك تقومي تعملي اللي وراكي وتنضفي شقتك، وتبقى كده في ريحه نظافه في الشقه، في ريحه نظافه في الشقه. قومي يا مدام كده منك ليها، قومي يا بنوته يا اماره، يا انتي يلا روحي ساعدي ماما، او قولي لماما تعالي يا ماما ننزل دولاب اوضه النوم او دولاب الاوضه بتاعتنا ونروقه ونرتبه من اول وجديد. طب قولي لها يلا ماما نعمل المطبخ، امسكي الشفاط كده فرحي مامتك ونضفيه لها، امسكي البوتاجاز نضفيه لها. جيت في اخر الروتينات حاجات كتير جدا عصلجت معايا، في عكوسات حصلت معايا لما يجي وقتها هبقى اتكلم عنها في الحلقات. قريفت واتضايقت، وحاليا انا بمنتج وانا فرش الشقه، فرش الشقه بعد ما شميت ريحه السجاجيد والصوت بتاع السجاجيد. عاوز اقول لكم رغم ان الريحه ما بتبقاش مستحبه، الا اني حاسه معاها بريحه نظافه، حاسه معاها والله العظيم والله العظيم ما بقول كلامه، بس حاسه ان الشقه بقت شقه عروسه، شقه داخل فيها عروسه وعريس جداد. الشقه رهيبه يا جماعه، النظافه حلوه، نعمه الصحه حلوه جدا جدا جدا. ربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويديكوا الصحه ويدينا ويعيننا على اللي احنا فيه، ويهدي ولادنا علينا علشان يقوموا يعملوا معانا حاجه. اللي احنا بنعمله ده ما ينفعش نعمله في عز الدراسه. لو انت عندك اعدادي هتلاقي ابنك يفضل يصوت لك ويقول لك يا ماما انا تعبت، اعصابي تعبت، مش عارفه اذاكر، الدوشه، الصوت، الدب، الكركبه. ولو انت عندك ثانويه عامه بقى ربنا يا رب يفرحنا بكل ولادنا. فيلو ابني اولى ثانوي عام، اول سنه السنه دي ثانوي عام في لوباتير، نجح الحمد لله في الاعداديه. يمكن ده اول مره اتكلم في القناه عن مجموع حد من ولادي، جاب 96 و4 من 10 او 6 من 10 حاجه زي كده، 96% و4 من 10. فدخل مدرسه ثانوي عام، مع اني ما كنتش حابه الثانويه العام، وليا فكره في الثانويه العام ان هي حظوظ، مفيش حد مجتهد بشوفه من عيلتنا بيذاكر وبياخد تعب، وحقيقي ده حرفيا دي وجهة نظرنا، ان التصحيح بيظلم الطالب، ما بيدلوش تعبه. اللي بيدخل ثانوية عامة ويعرف يعني يسلك نفسه زي ما بيقولوا في اللجنة هو ده اللي بيعدي، لكن المجتهد اللي بيركز في ورقته انا ما شفتش حد بصراحه ما ظلمش في الثانويه العامه. ولكن هو قعد يقول لي دي خرافات يا ماما وانا هدخل ثانويه عامه. فكان لازم اهيئ الجو ايا كان، هو اغلب الوقت هيبقى الدروس بره البيت، خلاص كبر بقى عن ان يجي مدرسين هنا في البيت. ايفرنا كمان ما بيجيلهاش مدرسين هنا في البيت، لان ايفرنا بردك السنه دي دبلوم، هي في سياحه وفنادق. في الاوباتير اولى ثانويه عامه دروسه هتبقى بره، فعاوزه الساعه او الساعتين اللي يجي فيهم البيت يلاقي لقمه حلوه، يلاقي هدوء عشان يقعد يراجع الدروس اللي هو واخدها، او لو مش هيراجع يعرف ينام. فكان لازم انزل باللي انا عملته ده كله، كان لازم اعمل الشقه كده، وده اصلا طبعي فيا من زمان. يعني انتوا من زمان وانتوا عارفيني دخلت الدراسه انا بعمل كده. لكن المقصود ان انت لو عندك مثلا بنوته صغننه اصغر من يقالنا وبتاسسيها مش هتعرفي تذاكري في الدراسه وتنظفي، فلازم تنظفي عشان تستقبلي الدراسه ويبقى ليكي نفس وبال طويل للي هيحصل واللي هتشوفيه بعد كده. ربنا يا رب يقويكم، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعله عام دراسي سعيد علينا يا رب. واللي عنده ثانويه عامه ربنا يكبر بخاطره، واللي عنده اعداديه ربنا يكبر بخاطره، واللي في جامعات ربنا يوفقهم ويعملوا اللي هم عاوزينه ويحققوا كل اللي بيتمنوا. مسكت الدولاب بتاعي كله
روقته ترويقه معتبره زي ما احنا شفنا اظن الفيديو شارح نفسه. جيت هنا بقى عند الجزء دوت وابتديت ان انا اظبط الشنط بتاعت الدرفه دي الوحيده عندي اللي بتبقى مكركبه، لان الدرفه الوحيده اللي ولادي بيشدوا منها مثلا شنطه يشوفوا حاجه في شنطتي يرجعوا حاجه ويرموها لي كده. والدرجين دولت اللي هم في الغرات الداخليه دول تحتيهم في وسع كده، فانا حاطه فيهم ايه دوسيهات فيها شهادات ميلاد الولاد، فيها الضمانات، فيها لو في اشاعات مهمه، اشاعه مثلا على المخ، على الكلى لا قدر الله، على اي اشاعات اللي احنا بنعملها في المستشفيات دي بس تكون قريبه. يعني فيها اشاعات بتاعت كليتي اللي هي عملت العمليه بتاعت التليف في جدار المعده اللي كان عندي الشهر اللي فات، فخليته يعني لا قدر الله يمكن احتاجه في وقت من الاوقات حد يحصل حاجه عندي دكتور يسالني فيه ايه، يبقى معايا الاشعه اعرف بس عملت العمليه عشان كان ظاهر لي كذا. المهم نظفت كل حاجه وخليت الدنيا زي الفل، ومسكت الدولاب من بره ومن جوه ومن ظهري وجناب الرف، كل حاجه تتخيلوها وعيني شافتها انا اشتغلت عليها، كل حاجه خليت الدولاب ده كله ما فيهوش ندع الترابه زي ما بيقولوا. حتى الملايات نفضتها بايدي، لو لقيت ترابه فيها عيني شايفاها مغيمه بنفضها بايدي، لو لقيت فيها تراب بنزلها واطبقها من اول وجديد وانضفها. فالدرفه دي ساعات بتتعمل لوحديها بعيد عن اي تصوير وبعيد عن اي روتينات. نظفت وروقت والجرار بتاع الجرار بتاع الدولاب نظفته خلاص، الجزء اللي بخلصه بقفله كويس جدا، وبعد كده باجي على اللي بعديه. النهارده انا طبعا زي ما انتم عارفين مطبخي فين، حاجه الحلويات مستلزمات الحلويات والصجام بتاعتي وحاجات كتيره فين، تحت السرير. فالاول طلعت كل النجف من فوق عشان اغسله تمام. جيت هنا بقى عشان اشوف الشباك وانضف الشباك عشان لو في اي ترابه اتنطرت تبقى الدنيا مستقره بالنسبه لي، لقيت النور قاطع. يعني اصلا كان النور قاطع وانا شغاله النور قاطع، بس راح بقى اشغل الفيشه وانا ناسي اصلا. المهم ما علينا، قلت خلاص مش هتعطل هبتدي ان انا اعمل حاجه تاني. ايه الكراتين دي يا هبه؟ فيهم كرتونه بتاعت الشمعدان اللي هو في الصينيه اللي بره في الريسبشن في الانتريه، مخليه بحيث ان انا لو حبيت في وقت ان انا اغير ديكور في الترابيزه واشيله يبقى الفل بتاعه والكرتونه بتاعته موجوده، وكرتونه تاني بتاعت المرايه اللي فيها صورتي اللي انا حطاها على السلم الديكور اللي بره. فقلت لا يعني يمكن احتاجهم فخليها هنا تحت السرير. ابتديت ان انا امسك تحت السرير اروق بالراحه وارجع كل حاجه مكان اللي متنعكش زي ما احنا شايفين كده اهوت. وجبت الخشب بتاعتي، بصراحه حسيت ان المكنسه مش هتنفعني، فجبت الخشب ابتديت ان انضف زي ما احنا شايفين كده اهوت. عاوزه اقول لكم ان انا صبغت شعري بقالي تقريبا اسبوعين، مش عارفه بقى رايكم فيه ايه، اكتبوا لي في كومنتات مين اخد باله ان انا صبغه شعري ومين ما خدش باله غير لما انا قلت دلوقتي. انا عارفه ان في ناس كتير حبايبي بيحبوني ومهتمين بكل تفصيله ليا وواخدين بالهم من كل حاجه تخصني، وعارفه الناس دي خدت بالها ان انا صبغه شعري. بميل جدا للالوان اللي هي الشوكولاته شويه، رغم ان هي مع الوقت بتفتح سن عما انا عاملاها، لكن هي بتبقى مريحه بالنسبه لي عن الاصفرات بقى بتاع زمان اللي كان طالع زمان دي، والميش والهايلايت والكلام اللي كنا بنعمله. بحب جدا اللون الواحد، فاكتبوا لي بردك في الكومنتات ايه رايكم في اللون. المهم جبت بقى الممسحه بتاعتي دي وابتديت ان انا امسح كده الحيطان داير ما يدور لغايه ما اتاكد ان مفيش اي ترابه. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما كانش باين ان في تراب، لكن قسما بالله اني بعد ما خلصت الشقه يمكن انا عشان على البلاط وعلى السجاجيد ما كانتش مفروشه، لا انا لما خلصت ببص للحيطان والسقف والحاجات دي انا حسيت بفرق. والله العظيم ما بقول كده، انا فعلا حسيت بفرق، حسيت ان الدنيا نورت، حسيت ان في زهزهه، حسيت اني بالظبط كان عم حسام النقاش لسه نازل من عندي حالا. الناس اللي بتزعق في الحيطان هتفهم اللي انا بقوله دوت. خلصت كل حاجه وكده، بفاضل بالنسبه لي الشباك وفاضل بالنسبه لي التكييف، فالحاجتين دولت هعملهم وابقى كده خلصت الاوضه. بس قبل ما اعمل اي حاجه ساعات كده وانا بوضب الشقه بحس نفسي ان انا خلاص هزلنا، فاهمين انتوا الحته دي اللي هو ممكن تقف معايا على التكييف، فهسيب الملايه كده، لا اعمل الملايه الاول بحيث لو وقفت معايا على التكييف اقعد ما اعملش حاجه تاني. لكن ربنا بيكرم، ربنا بيطبطب وبيراضي وبيجبر الخاطر، عمره ما بيخليكي ابدا ابدا ما بتكمليش، عمره ما بيخليكي بتحطي ايدك في حاجه ما تكمليش. عاوزه اقول لكم النهارده انا بمنتج
وكنت بفرش الصبح الشقه، خدت فيها حوالي 6 ساعات لاني عملت فاصل ما بين الريسبشن والطرقه، ونزلت رحت للدكتور لاني تعبانه، كلى عندي تعبانين شويه. ورجعت بعد كده غديت الولاد، كنت عامله محشي وابتديت عملت القطين. ما كنتش متخيله ابدا 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 ان انا اقدر اعمل حاجه، لا وكمان ريحت ساعه وقمت عملت لهم زلابي. ان شاء الله هننتج لكم الحلقه وانزلها لكم طريقه سهله وبسيطه وجميله وناجحه، والولاد اتبسطوا بيها فوق مما تتخيلوا، وعملت معايا كميه ما شاء الله يعني كتيره جدا. الشقه خلصت والاوضه خلصت والوضع استقر بالنسبه لي. الادراج بتاعت اوضه النوم عندي، لاني انا اللي ايدي فيها على طول، هي اللي بتبقى نظيفه، يعني الادراج عندي بتبقى نظيفه، فمش محتاجه ان انا اكركب الدنيا لان على طول بروقها. هي ادراج ولادي هي اللي صعبه جدا. هنا ابني كان جاي بيتكلم معايا في حاجه، وريني حاجه على الموبايل، وقلت له لا هنطلعك على القناه. يا ماما ما تطلعنيش على القناه. قلت له لا، هم عايزين يشوفوك لان ما يعرفكش. فحبيت اسيب الجزء ده علشان تشوفه في لوباتير ابني. ادعوا له بقى ربنا يوفقه ويكبر بخاطري فيه ويراضيه ويدخل طب اسنان زي ما هو نفسه. يا رب يا رب يحقق لكل لك كل هم عايزينه، ويحقق لي ولادي اللي بتمنيه. هنا كان معايا تليفون، وزي ما قلت لكم قبل كده مش بحب الموضوع ده خالص، ولكن في ظروف بتجبرني ان انا ارد لو مكالمه مهمه، لو والدتي مثلا بتتصل بقلق جدا يبقى في اي حاجه عندها او تعبانه، فببقى مضطره ان انا ارد. المهم لمعت هنا وكل المفارش ابتديت ان انا اشيلها وادخلها جوه في الغساله. وانا بشتغل في اي اوضه او في اي حاجه وبشيل حاجه عشان تتغسل اول باول، بجري على الغساله، ما بكركبش مكان تاني. يعني انا مش من النوع اللي باخد حاجه وارميها في حته تانيه، لا ما بعرفش اعمل كده. خلصت التسريحه، لمعتها، خليت الدنيا مستقره وزي الفل. ومش معنى ان انا لسه مش همسح دلوقتي ان انا كنت اسيب المرايه مش ممسوحه، لا المرايه قبل اي حاجه، لان في الراحه وفي الجايه او وانا قاعده عيني بتبقى عليها، فلازم اكون مرتاحه نفسيا. لو لقيت فيها بصمه بيبقى الموضوع بالنسبه لي مش مريح خالص، وفي خنقه كده بتجيلي في زوري. المهم مسكت الشباك، عملت نفس اللي انا بعمله في كل الشبابيك. خلاص كلنا حفظنا، بنشيل الماسوره بتاعه المكنسه ونشتغل بالخرطوم ده بره وجوه. دي انجح طريقه واحسن طريقه. هنا نديت لإيفيرنا ترفع لي المكنسه لاني عاوزه اطول فوق، فلو شديت المكنسه هتقع تتكسر مني، وفي نفس الوقت هجرح السلك واقطعه. فكان انسب حاجه بالنسبه لي ان ايفيرنا ترفع لي المكنسه بالطريقه دي. وبعد ما خلصت الشباك مسكت فوطه مبلوله وابتديت ان انا امسك الالوميتال داير ما يدور وانضفه. الموضوع بقى سهل جدا، قررناه مع بعض كتير جدا، فخلاص حفظناه. اكتبي لي في كومنتات هنا انت شفتي حوالي 3 حلقات ليا لتنظيف الشقه وتجهيزات المدارس. انت عملتي ايه؟ بدأت بإيه؟ قمتي اتنشطتي؟ بالله عليكي لو وصلتي لغاية هنا ترد عليا تقولي لي أنا بتفرج عليكي وبتشجع وبقوم، ولا لأ عاوزة أحس إن الحلقات ليها فايدة ليكم. خلاص خلصت الشباك هنا، وهبتدي بقى إن أنا أعمل الشاشة وأشيل المفرش اللي تحت الشاشة، وبعد كده أقف أعمل التكييف. طبعا مهيبرة ودايخة وتعبانة وعارفة ومتأكدة ان اخواتي وحبايبي هيدوني العذر ان انا تعبانة ومش قادرة اتكلم ومش عارفة اقول حاجة، لان الموضوع صعب جدا جدا جدا، مجهود بدني وذهني فوق مما تتخيلوا. يعني انا حاسة ان انا بطل، او والله العظيم حاسة ان انا بطل. عارفين بعد ما خلصت الشقة وفرشت، انا لقيت نفسي وقفت على حاجة واحدة بس، وقفت على حاجة مهمة جدا وعارفة ان هي مهمة جدا، بس ممكن ان انا ازق عند القعدة بتاعتها من تحت كده هوت، هقول لكم هي ايه. وقفت معايا الجزامة اللي هي اللي تحت الشاشة بتاعت اوضه الاطفال. لكن لو جبت ورق الجورنال وفردتها لما رايح بقى بدنيا يومين تلاتة اربعة براحتي خالص، وفردتها وزقتها لجوه كده هوت، هي زي الصحارة كده، ونزلت عليها اي ترابة واي حاجة، هحافظ على نظافة الاوضة. دي الحاجة الوحيدة اللي وقفت معايا في كل الشقة دي. لكن المبرد اتغسل من جوه ومن بره ومن الازازة، والدنيا كانت بالنسبة لي يا جماعة كمية راحة نفسية فعلا حرفيا. انا من الناس اللي لو لقيت قشرة لبة في الارض والشقة كلها نظيفة بقلب الشقة كلها، والله العظيم ما بأفور ولا بقول كلام ما بيحصلش، لكن حرفيا ما ينفعش تقعدي في مكان مش نظيف خالص. انت هانم وبرنسيسة، ما فيش هانم ولا برنسيسة بتقعد في مكان متبهدل. اللي بيقعد في مكان متبهدل ده الله يسهله ليه وضع تاني ودماغ تانية ومسميات تانية. انت
هانم، انتي عندك امانة لولادك، انتي امانة ولادك عندك، لازم تحافظي عليهم. بس كده خلاص، كده خلصت كل حاجة، والدنيا بالنسبة لي هنا ياه يا الله، مش قادرة اقول لكم قد ايه انا كنت حاسة اني انا مش هقدر اكمل. بس والله العظيم، والله العظيم ما كلام، انا ربنا بس وحده هو اللي اعلم انا عملت الحاجة دي ازاي. والله كنت بترمي بالليل بنام ما بحسش بالدنيا، هنا بقى كنت كمية تراب فوق التكييف فظيعة جدا، نظفته وخليته زي الفل زي الفل. وصدق اقول لكم بقى على حاجة نسيتها في التكييف ده وبتاع اوضه الاطفال، نسيت ان انا افك الفلاتر بتاعته انضفها برضك، هبقى اعملها مرة مع الجزيمة. صدقوني متنا تعملي هتلاقي في حاجات نسيتيها، يعني قاعديني بقول لكم كمان اللي انا نسيته علشان ما تحسيش نفسك ان انتي قصرتي او يعني ما عملتيش الحاجه على اكمل وجه. مفيش حد كامل الا ربنا سبحانه وتعالى، اكيد هتقع منك حاجه، اكيد اكيد. واديني قلت لكم انا وقع مني ايه، وقع مني الجزامه، وقع مني الفلاتر بتاعت التكييف. ممكن تقولي عليا بتدلع، ممكن تقولي هم دول اللي وقعوا ده انت عملت. لا على فكره دي حاجات مهمه بجد، دي حاجات مهمه، الحاجات دي تعتبر صيانه للتكييفات فلازم تخلي بالك منها. جيت اصور معاكم المطبخ، للاسف 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 بعد ما خدت جوله على المطبخ ان هو متسخ، دوست ستوب وكنت فاكره نفسي ان انا فاتحه التصوير، فببص واكتشفت ان انا مش فاتحه التصوير اصلا. المهم هنا بصوا بقى، مسكت النجفه ديت نظفتها ازاي وخليتها زي الفل، وادي الاوضه بتاعتي بعد ما مسحتها بالممسحه الويب بلا وتنشيفه وقفلنا، مسكت اوضه الاطفال والشقه كلها بره مسحتها وخليتها زي الفل. شايفين الوضع بالنسبه لي عامل ازاي؟ هنا بقرب لكم اوريكم ان الشباك نور، نور الاوضه، بيدخل كميه هواء رهيبه. تعالوا نشوف المطبخ كان وضعه عامل ازاي وبقى وضعه عامل ازاي. بصوا عندي هنا الشفاط كان متسخ جدا، داير ما يدور السيراميك عامل ازاي. مهديه الكاميرا عشان اوريكم التصوير، عاوزه اقول لكم ان انا عملت المطبخ من جوه ومن بره من اوله لاخره، خليته تحفه. وقف معايا المطبخ كامل متكامل على البوتاجاز، عملت الجناب بتاعته والظهر، لكن ما عملتش من قدامنا عند الفرن وما عملتش البوتاجاز نفسه من هنا. تاني يوم بقى كنت عملت البوتاجاز وخليته زي الفل، وعملت التلاجة في يوم تاني هصور معاكم وهوريها لكم بردك في فيديو لوحدي. الشباك نضيف وبقى زي الفل، وادي الشفاط بتاعي، استنوا ما اطفيه وهوريه لكم. وبقى السيراميك داير ما يدور زي الفل، والارفف من جوه كلها طلعتها ونضفتها وحطيتها تاني. بس كده، ده كان يومي النهارده وخلص يومي وخلصت حلقتي. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم وتكونوا استمتعتوا معايا في فيديو النهارده. لو وصلتوا معايا لغايه هنا ولسه ما حطوش لايك للفيديو، حط لايك للفيديو عشان تعلم مستوى الفيديو بتاعي وتوصلوه لاكبر عدد على اليوتيوب. ولو لسه مش من مشترك في القناه، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي بمنتهى السهوله، واستنوني في حلقه جديده وفيديو جديد. تصبحوا على الف خير يا امارات.